وفي خبر آخر، اختتم مجلس الصحة الخليجي أمس فعاليات هيلث كون التي استمرت لمدة 3 أيام في دبي ضمن مبادرات إكسبو 2020. وأعلن عن فريق طلاب المملكة بجائزة أفضل جودة لمحتوى لحملة مكافحة المخدرات. جميل هذا الجهد وهذه الحملات لمزيد من التوعية ومزيد ما كل ما مشي فينا الزمن كل ما زلنا احنا نحتاج الى هذه الحملات عفوا التوعوية. خلوني اخذكم الى انجاز جديد حققت المملكة العربية السعودية المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية الناقلة والصادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الأسكوا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. لما نقول المملكة الأولى في الشرق الأوسط إحنا بنتكلم على مكانة إقليمية واسعة جدا، فهذا شيء جدا مهم وجدا إنجاز رائع وغير مستغرب. صرتي تتفاجئي بهالأخبار؟ لا صراحة أنا عشان كده بقول غير مستغرب هذا النوع. بالضبط، أنا صرت لما أقرأ الأخبار هذه أحس أنه طبيعي. صار الحمد لله قدرنا أن إحنا الآن اعتزازنا بنفسنا واعتزازنا ببلدنا واعتزازنا بدولتنا وبجهودها في كل القطاعات، رقمية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، فنية، ترفيهية، ثقافية. خذي وخلي، الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل رب العالمين. ويعني وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. الدولة مجتهدة وشعبها مجتهد وحكومتها مجتهدة وكل في صعيده، فمن الطبيعي أن إحنا نصل إلى أن أي إنجاز نسمع فيه هو إنجاز، نحس أنه الأمر طبيعي. الحمد لله نقدر على نحب التحدي ودائما نفوز في التحديات. نعم.